مشاهدينا، تشوهات القلب الخلقية موجودة بنسبة تصل إلى 8% حول العالم، ومن المتوقع أن تكون في ارتفاع، وذلك لكثرة عدد الحالات في عيادات القلب والمراكز التي تعالج الأمراض القلبية. الأسباب الرئيسية لهذه التشوهات غير معروفة، ولكن يعتقد بأنها متعددة الأسباب وهي ناتجة عادة من خلل في الجينات. سنتحدث إن شاء الله باستفاضة أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة سعاد راشد العامر، أول استشارية بحرينية متخصصة في قسطرة قلب الأطفال بمركز محمد بن خليفة للقلب. صباح الخير دكتورة. صباح عليكم وصباح على المشاهدين الكرام. أشكركم على استضافتكم اليوم لي حق صباح حق هلا بحرين في هذا البرنامج المميز، وإن شاء الله يعني أشكركم على تحت الفرصة لي بالتحدث عن أمراض القلب لدى الأطفال. تشرف دكتورة. أكيد يعني دائما لما نسمع أن طفل مصاب بمرض يخص القلب، سواء كانت عيوب خلقية أو حتى بعدين يصاب بالطفل لما يكبر، نحس أن الأسرة تتعب مع الطفل، تتألم الأسرة لما تسمع أن الطفل تعبان بنوع من هذه الأمراض، الأمراض القلبية. ولكن ما هي العيوب الخلقية اللي ممكن أنها تكون ظاهرة في الطفل أثناء الولادة أو بعد الولادة بشكل مباشر؟ طبعا التشوهات أو الأمراض القلبية للأطفال يعني إحنا ممكن نقسمها لقسمين. القسم الأكثر شيوعا هو اللي هي الأمراض أو التشوهات الخلقية. عادة هذه النوع من الأمراض أو تصيب الطفل أثناء يعني الحمل الأم بالجنين، أثناء الطور الجنيني، فيولد الطفل بهذه النوع من التشوهات. طبعا الأسباب مثل ما ذكرت أنها هي متعددة، وفي بعضها تكون أسباب مجهولة. الأسباب اللي احنا نعرفها عادة تكون ممكن تكون أسباب جينية وراثية، تكون ناتجة من ناحية زيادة أو نقصان في عدد الكروموسومات في بعض المتلازمات. ساعات تكون مثلا أسباب بيئية، تعرض الأم الحامل لنوع من الإشعاعات أثناء الحمل، أو تكون ماخذة بعض الأدوية المضادة للتشنجات. كل هذه الأدوية تسبب تشوهات قلبية لدى الطفل. في بعض الأحيان تكون الأم متعرضة يعني حمى معينة أو التهابات في الفترة الأولى من الحمل، فهذه الأشياء طبعا تأثر على القلب، وبالأحرى تأثر في تكوين القلب أثناء الحمل. فيولد الطفل بهذه النوع من التشنجات. والجزء الثاني اللي احنا عادة نتكلم عنه هي الأمراض المكتسبة، هذه لا يولد الطفل فيها، فيكون القلب طبعا خلقيا سليم بس يصاب بالمرض بعد الولادة بسبب نوع من الفيروسات أو يعني أو البكتيريا اللي تصيب أغشية القلب والصمامات التابعة للقلب. مثل شنو دكتورة أنواع العيوب الخلقية اللي تصير في القلب؟ طبعا التشوهات القلبية أو العيوب الخلقية بعد نحن نقسمها إلى قسمين. قسم تشوهات قلبية مصاحبة للزرقة، يعني الطفل يولد يكون أزرق، شفايفه زرق، أطرافه زرق. والنوع الثاني اللي هو يكون تشوهات قلبية تكون غير مصاحبة للزرقة. بس للتبيين للمشاهدين، طبعا إذا نحب نشوف هذه الصورة، هاي طبعا القلب الطبيعي، طبعا هذا الجزء الأيسر من القلب، هذا الجزء الأيمن من القلب. مثل ما نشوف تشوفون هنا الأحمر، الدم الغني بالأكسجين يدخل عن طريق الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر، البطين الأيسر، وبعدين يقضي الجسم عن طريق الشريان الأورطي الكبير. في نفس الوقت الدم اللي فيه نسبة الأكسجين أقل يدخل عن طريق الوريد الأجوف السفلي إلى الأذين الأيمن. نفس الشيء الوريد الأجوف العلوي إلى الأذين الأيمن، بطين أيمن، وبعدين إلى الرئتين. هاي طبعا الدورة الدموية الطبيعية. طبعا مثل ما تكلمت وقلت لكم أن التشوهات القلبية اللي تكون غير مصاحبة للزرقة، مثل عندنا الفتحات أو الثقوب، مثل يعني ممكن الكل يسمع عن فتحات وثقوب. طبعا هاي الفتحات تكون أما الفتحة بين الأذينين اللي هي تحت، عفوا فوق بين الأذينين هذه الفتحة، أو يكون بين البطينين، أو تكون الفتحات تكون خارج القلب بين الشريان الأورطي والشريان الرئوي اللي نسميها فتحة القناة الشريانية. أوكي. ساعات مثلا مثل ما تفضلنا وقلنا في السابق العيوب الخلقية المصحوبة بالزرقة. بالزرقة مثل ما قلنا أن الطفل يعني يولد أزرق. وهذه الأكثر يعني تعقدا أو صعبة شوية هذا النوع من الأمراض الخلقية. فهذه العيوب يعني بسببها مثلا انسداد في الصمام أو تضيق شديد في الصمام الرئوي، أو يكون مثلا تبادل في الأوعية أو الشرايين الكبيرة اللي تطلع من القلب. أو رباعية فالوت. يعني دكتورة متى نقدر نقول أن هذه العيوب معقدة، ومتى نقدر نقول أن
اللي هي بسيطة، طبعا في تقسيمة خاصة لها، فيا ريت لو توضحين لنا. بالضبط، طبعا في يعني تتفاوت تشوهات القلب من حيث التعقد ومن حيث البساطة. فبعض العيوب الخلقية تكون بسيطة، مثل فتحات جدا صغيرة بين الأذينين اللي هي فوق جدا صغيرة، أو فتحات جدا صغيرة بين البطينين. هذه النوع من الفتحات ما تحتاج حتى أي تدخل جراحي أو تداخلي أو حتى أدوية. مع الوقت هذه النوع من الفتحات يعني تروح بدون أي علاج بدون أي شيء، بس مجرد متابعة. بس الأكثر يعني الأكثر صعوبة أو الأكثر تعقد اللي تكون يعني أكثر من عيب خلقي في نفس القلب. نعم. فيكون تضيق مثلا شديد في الصمام، فتحة بين البطينين، تضخم في الجهة اليمنى من القلب، هذه النوع من العيوب الخلقية. أو في بعض الأحيان حتى يكون الطفل مولود يعني بأحادي البطين، يعني بدل ما يكون عنده بطينين يكون عنده بس بطين واحد. فهذه الأشياء شوية صعبة يعني. نعم، معقدة. معقدة وتحتاج أكثر من إجراء جراحي، يعني أكثر من 3 عمليات في بعض الأحيان. نعم دكتورة، أنت قلتي يمكن بعض الأنواع اللي هو الطفل يكون فيه أزرق، يعني يمكن يولد وهو لونه أزرق، أطرافه زرقاء، فهذه يمكن عارض من الأعراض اللي تبين للأم أن طفلها مصاب بتشوهات في القلب. شنو الأعراض الأخرى اللي ممكن تطرأ على المصاب؟ طبعا الأعراض الأخرى مثل ضيق أو سرعة في النفس، يعني يكون الطفل يتنفس بسرعة شديدة، يكون عنده صعوبة في النفس، يعني هذه الأم يعني طبعا بتلاحظ هذا الشيء. يكون عنده صعوبة في الرضاعة، أو يعني عدم القدرة على إكمال الرضعة يعني بالشكل الطبيعي، أو أنه يأخذ فترة طويلة عشان يعني يكمل رضعة معينة أو يعني مقدار معين من الحليب. نعم. فهذه أشياء يعني تخلي الأم شوي تلاحظ أن الطفل مو طبيعي، بالإضافة إلى التعرق الشديد أثناء الرضاعة. يعني كثير من الأمهات يعني يقولون أن يتعرق الطفل عادي بسبب الحار بسبب الجو، بس بصراحة يعني يكون تعرق غير طبيعي بشدة، بالذات لما الطفل يرضع الحليب. فهذه الأشياء يعني لازم تنتبه لها، لازم تنتبه لها الأم. طبعا وبعدين يعني هذه ممكن الاشياء اللي بعد الولاده او لما يكون الطفل صغير، يعني على عمر الشهور الطفل يتعرض لالتهابات متكرره بسبب هذا النوع من الفتحات، لان الدم يتدفق بكثره الى الرئتين، فيصيب يعني يصاب الطفل بالتهابات متكرره، كحه يعني مسحبه بالبلغم، كحه رطبه، والتهاب رئوي يعني يخلي الطفل انه يتنوم في المستشفى بسبب شدتها يعني. فهذه امور لازم الواحد يعني يحطها في الاعتبار وينتبه لها. طبعا الاشياء اللي تكون جدا شديده لما يكون قصور شديد في القلب، يعني بيسبب انتفاخ كامل في الجسم، فاكيد هي الام بتلاحظ هذا الشيء يعني. نعم. انتفاخ في الاطراف، انتفاخ في البطن. غير الأشياء الملحوظة دكتورة، أكيد في أشياء ممكن أنها هي ما تنشاف بالعين المجردة، فبالتالي هي محتاجة إلى فحوصات معينة. شنو هي أهم وأبرز الفحوصات اللي ممكن أنها تجرى للطفل قبل مثلا الشروع بعملية جراحية أو حتى لتدخل الطبيب نفسه؟ بالضبط، يعني في اللي هو الفحص السريري أو الفحص الكلينيكي هو جدا جدا مهم. هذا الفحص اللي يكون بعد الولادة. لا. طبعا هاي الفحص الكلينيكي أو الفحص السريري يكون يعني بالسماعة، يعني فالدكتور اللي بيسمع الطفل طبعا بيسمع في صوت غريب مو بالصوت العادي حق القلب، فيعني فبيكون عنده فكره انه في مشكله في القلب. الشيء الثاني العلامات الحيويه اللي هي دقات القلب، سرعة التنفس، ضغط الدم، نسبة الأكسجين في الدم جدا جدا مهمة في الأطفال الحديثين الولادة. احنا نتوقع أنها تكون طبيعية أكثر من 95%، بس إذا كانت نازلة الفرق بين نسبة الأكسجين في الطرف يعني من اليد إلى الرجل، هذه أمور جدا جدا مهمة. نعم. وطبعا لما يكون يعني الدكتور الاول او دكتور الاطفال لما يشوف الطفل ويحس بهذه الامور يعني يرسل هذا الطفل حق الدكاتره المختصين يعني. أكيد. فطبعا لما يرسل الطفل لنا احنا نقوم بالفحوصات الاكثر دقه، مثل ما نقول هي اللي هو التخطيط اللي هو الاي سي جي اللي هو التخطيط الكهربائي. نعم. فحص الاشعه السينيه اللي هو الاكسري اللي هو الجست اكسري، فيحدد لنا حجم القلب، شكل القلب، اذا كان في اي ترويه بالرئتين. والفحص الأكثر دقة اللي هو الإيكو. نعم. اللي هو التلفزيون أو الموجات الفوق صوتية، فهذه بالضبط يبين لنا يعني إذا كان في أي ثقوب أو في أي تشوهات أو أي شيء في القلب. حلو. بالإضافة ليعطينا فكرة عن وظيفة القلب بشكل. نعم. يعني وظيفة القلب وضخ الدم فيها. جميل دكتورة. طيب لو الوالدين أهملوا علاج طفل اللي مصاب بمثل هذه التشوهات الخلقية في القلب، شنو ممكن المضاعفات تكون؟ طبعا يعني إذا أهملت هذه النوع من العيوب الخلقية ممكن أن الطفل يتعرض حق ارتفاع شديد في ضغط الرئة، فيعني في الأخير ما نقدر نسوي أي شيء حق الطفل. نعم. فإذا الأم لاحظت أي شيء والمفروض تبادر بسرعة يعني للدكتور المختص.
يختص، لأن يعني العلاجات الحين متوفرة وموجودة يعني. نعم، شنو أبرز هذه العلاجات دكتورة؟ شنو أبرز التقنيات اللي ممكن أنها تقدم في وحدة القلب لعلاج الأطفال تحديدا؟ طبعا العيوب الخلقية كثيرة جدا يعني، طبعا بعضها اللي احنا تكلمنا تحدثنا عنها. طبعا الحين توجد عندنا التقنيات الحديثة في عندنا في مركز محمد بن خليفة للقلب. نعم. هذه التقنيات اللي هي قسطرة القلب. في السابق هذه النوع من القساطر لا تجرى في البحرين، فالطفل يضطر انه يعني يروح الخارج لاجراء هذا النوع من نقول القسطرة، ما بقول العملية، او نعم. انه هو يرسل للجراحة. بس الحين مع التقنيات الحديثة نقوم احنا باقلاق هذه النوع من الفتحات مثل ما تكلمت في السابق، الفتحات بين البطينين نعم او الاذينين او القناة الشريانية. في عندنا سدادات او نقول مثل السدادات معينة، هذا نعم. نوع من السدادات إذا تحبون ترون المشاهدين نقدر نقلق يعني نسكر هذه النوع من الفتحات بهذه السدادات طبعا. نعم. وطبعا هذه بتكون عن طريق القسطرة. طيب، فالقسطرة يعني هي مجرد ان انت يعني مو عملية جراحية. نعم. القسطرة مجرد هي يعني اجراء تداخلي عن طريق انابيب بلاستيكية تكون في اعلى الفخذ. نعم. ونطلع بها الى القلب. حلو. طيب، ويعني طبعا بمساعدة الأشعة السينية والصور المعينة ممكن ناخذ الضغوط ونسبة الأكسجين في الدم في كل غرفة من غرف القلب. نعم. طيب، فهذه يعني هذه بتسمى قسطرة تشخيصية. جميل. بس القسطرة العلاجية لما يكون عندنا هذه النوع من الفتحات اللي ذكرناها، لما يكون عندنا تضيق في إحدى الصمامات ممكن ان احنا نستخدم البالونات كلها عن طريق القسطرة. جميل. مثل ما ذكرت في السابق هذه النوع من القساطر غير متوفرة كانت سابقا، بس ولله الحمد الحين هذه التقنيات موجودة عندنا بمركز القلب. جميل. دكتورة، يعني قبل أن أختم معك هذه الفقرة الصحية، شنو النصائح اللي توجهينها للأمهات اللي أطفالهم مصابين بعيوب خلقية في القلب؟ طبعا يعني أحب أقول حق هذه الأمهات أن يعني المفروض أن كل أم تعرف بالضبط شنو العيب الخلقي اللي يكون عند طفلها، يكون مسجل يعني بالتشخيص نفسه. إذا كان في أي إجراء أو عملية معينة عملت حق هذا الطفل تكون تعرفها. نعم. نسبة أو مقدار الأكسجين اللي يحتاج الطفل يعني أو اللي يكون يعني يسمح به لهذا التشوه الخلقي، والأدوية اللي تكون يعني ياخذها الطفل في حالته بتطلع حق أي دكتور أو حق أي طبيب يكون تعرف يعني المشكلة اللي عنده. نعم. جميل. يعطيك الصحة والعافية دكتورة. شكرا. مشاهدينا، كانت معنا اليوم الدكتورة سعاد راشد العامر استشارية أمراض قلب الأطفال، نشكرها على الحضور وعلى المعلومات ونتمنى أكيد دوام السلامة والصحة.